أهلا بكم في الدرس الأول وهذه المقدمة من دورتنا الجديدة التي سوف نقوم ببنائها لتصميم وتطوير لعبة فريدة. ولعبتنا في هذه الدورة هي الإير هوكي، وفعليا هذه اللعبة هي تعتمد على طاولة معينة يقف على جانبيه اللاعبان، وكل منهما يحاول القيام بالتسديد وتحقيق سكور من خلال ضرب قرص معين بواسطة مضارب خاصة يتم سحبها وجرها على هذه الطاولة، بحيث إذا قمنا هنا بالاطلاع عليها نراها بهذا الشكل. تمام، لعبة طاولية كما نرى، يتم جر المضارب وسحبها بهذا الشكل، ويتم تحقيق سكور من خلال إدخال القرص المعين والذي هو موجود هنا، وذلك في هذه الفتحات سواء هنا أو هنا. تمام، وأيضا نستطيع القيام بالاستعلام مثلا عن بعض التصاميم الموجودة هنا. فإذا أردنا مثلا القيام بالذهاب إليها مثلا، فنرى بعض التصاميم الخاصة بها مثلا بهذا الشكل، فهذا يعبر عن لاعب. وفعليا قمنا باختيار هذه اللعبة وذلك للتغيير من نمط الألعاب التي نقوم بتصميمها. جميع الألعاب التي قمنا بها إلى الآن هي single player، هي لاعب مفرد. أما الآن فسوف نسعى للقيام بتطوير هذه اللعبة وذلك بلاعبان multi players، بحيث نقوم بتصميم اللاعب الأول واللاعب الثاني، وكل منهما يتحكم نسبة إلى مفاتيح خاصة بالكيبورد، ومن ثم سوف نرى التفاعل بين هذين اللاعبان. ونرى هنا إذا قمنا بالاطلاع مثلا على بعض التصاميم وبعض الأشكال الخاصة بهذه اللعبة، نراها بهذا الشكل مثلا background. تمام، وسوف نرى كيف نستطيع القيام ببنائها وذلك باستخدام لغة البرمجة جافا والإديتر نت بينز. فإلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية درسنا لليوم. أرجو أن يكون الدرس قد نال إعجابكم، وألقاكم في الدرس القادم. سلام.